صاحبي لازم الدولة نشوف حالنا. السلام عليكم. خس خدمت الفازة. شي وحدة كانوا كيديروا رياكسيون كيف داو هاك. اليوم الباز قاد جينا من تونس، زاطلات جينا من المروك، حادري ماني كزونا مقرقبة عادية براكي كبر. عندنا واحد الحلقة ديال بدلوا ان عندنا واحد الحلقة ديال 10 ل 10 ان شاء الله الدراري تكملوا الاعجاب ديالكم. هاد السلسله الصراحه اللي طولنا فيها بزاف، ولينا كنحسوا براسنا كنديروها وانتم ما كتفرجوش، ولكن حنا كنديروها. لكن احتراما لواحد هذوك اللي هذوك اللي كيتفرجوا حتى هما، فهمتي؟ انا شفت واحد الكومنتات الصراحه تاثرت زاد قال لك شوفوا غير ما تفكرش الناس اللي باغينا، فكروا الناس اللي باغينا. هادشي اللي جينا حنا قلبنا بيض، حنا جينا نكملوا شحال بقى شي صد حلقات ولا صافي نكملوهم معاكم، واخا ما كاين لا تفاعل لا تلعبه ديروا غير لايك الماتين صافي، مابقاش ماتين عندكم كاع ولا رطب. 10 ل 10 الحلقه 3 ما كاين لا اون لا الاول، ومقلقين حنا الحلقه 13 ل 14 لا ما نعرفش الحلقه 3 السيزون 3 كاين الحلقه 3 بزاف كون سكربس قلقت انا قلنا شي سلسله نديروها لا كملنا نقول لك البطحه قلنا لهم البطحه فيها البلوك فيها البلوك ولاد الحلال فيها البلوك سميتو لافا لا كاسا دي بابل سوا فيه البلوك سميتو واحد تا هو تنسات لي سميتو صافي تنسات المهم دارنا شو فيه كوبيرا بزاف شوف سير دير داك الليك شوف لي حل شوف لي حل راه تونس صافي وليت مقلق انا منكم اه واخا السيريز ها شويه قندي طلبت منكم تعسوا على باب واحد وما قدرتوش ما نعرفوش ماني هربت سي قندير رانا نديرو في لونكات باش نعرفو كيفاش هربت كيفاش هربت كيفاش هربت طارت نحب نعرف شكون هما الحراس اللي كانوا قدام الباب والله الا ممثل قادر اذهب عليا اذهب انا كيدير مسرحيه الدراري الا كنتو تفرجتو شي واحد البنات هما اللي يكونوا تفرجوا لهاد البلان هذا واحد سميتو مسلسل تركي سميتو وقيلا فيه داكشي ديال الحرب وكذا فهمتوا الدراري فيه داكشي ديال الحروب الحرب نسيت حتى شنو سميتو صاحبي جاي فيه واحد الممثل مكروه عند البعض ماشي عند البعض عند العالم ولكن انا عجبني كيعجبوني هاد الاشخاص اللي كيجيو اشرار فهمتي يجي واحد جولاك مكروها صح شريرة. ولكن مقود عرفتي طريقه التمثيل اللي ماشي هكذا فكرني فيه هذا عرفتي الكاريزما صاحبي ديال الاشرار حنا الاشرار كنفهموا بعضياتنا فيف الاشرار يكون داير شي مسرحيات هذا خصنا نتفرجوا لهم الصراحه حق 14 ها هي الاسطوره عبلة هو شافها واقيلا شافها ولكن مخبى ما تلقاش العيبه ديالو غتعرفو هو هو كان هنا كان هنا وراح كان هنا نهار هذا وطفات مولاتي كان هنا ومشى ما راهوش بعيد اوا مولاتي خلاص يكون هرب ما فيه ما يتقتل شكون تيرا؟ انا مولاك تعرف يا سيد هو قلت لك انا تيري قلت لك تيري جفافي ما قلتيليش ما قلتيليش ما تيريش مولاك قلت لك تاكل هي عندك عندك شوف شطاوي راه هو مولاتي الريح جات برو شبكات شو اللي قتلش ولا ولا شو اللي قتلش صح مات مات تفرك عشر مسكين بتائب هربات له مانيني مولاي اشرب قهوة تكون على الشيطان شكون هذا هربات له المرأة هربات له المرأة طارت من دار العدس سكي عالم خورا صح مولاي هذا غير كيجي كيبان له المشاكل كيفاش راهو ما بغاش ياكل في حالة مانيش عارف علاش مانيش عارف ما على بالي علاش نقول لك الصح قنديل نقول له الصح خير يكون ما جاش عندك الحق اخي النور نوري عندك الحق اخي النور اسكت برا
بن عمي. شحال هذه ما قالها حزين السلطان حزين مشات له المراه ما يحزنش مولاي ماني نيك دا الهنود قول لك حاجه قول لك حاجه الزين ما يدوم الله لا يردها الله لا يرد بعد الشر كش ما بان الى حد الان ما بان شفتيني تهرق دير راسك ما شفتينيش فهمتي اعمل نفسك ميت والو زعما ضروري تفضحنا مع عباد الله حتى شي انا ما فهمش علاش هربت سامي تخممش يا مولاي نلقاو لك خير ان شاء الله ان شاء الله مالك اكتئبتي السيري ما بقاش فوكهيت بصح يا مولاي وقالوها لنا صراحه نشوف الا جينا نديو على الاغلبيه راه الاغلبيه قالوا لنا ما ديروش السيزون 3 باش نكونوا واقعيين يعني دابا هادشي اللي كنديروا غير زعما حبا في داك الشويه ديال الناس اللي مازالين باغيين باغيين عاشوا مازال مازال كوميديا ما بقاش كوميديا ما بقاش باش بنادم يفهم بان علاش ولينا كنقللوا من عاشور وكذا ماشي كيما شحال هادي شحال هادي كان فكاهي وكذا كنا حتى حنا باغيين نديروا فهمتوا دابا بنادم اللي باغي يضحك صيفط لنا مسرحيات شي بحال هكا شي لعيبات باش نديروا اما المسلسلات راه فيهم البلوك فيهم مصيبه تملك تشد روحك شويه شكون انا راني فور راني هايل احنا ضرب علينا من تحت للفوق رازان والشعر ما زعزعتهاش من راسي داير غير بالي في هاد الدنيا رازان وصحنا ماذا بي انا منك يا مولاي ابنتو هذيك مولاي على كل حال انا جيت باش نفكرك باللي اليوم يوم استقبال ديال من جوغ دو ريسيبسيون ديال من استقبال عايز ملك توجد روحك استقبل باش تقابل سكان المملكه سكان خليك في لهنا يا مولاي قنديل الاسطوره قنديل اجي نقول لك حاجه دابا والو هربت نوضت الغبرة من موراها حيت كتشوف غير الغبرة اخي عاشور وصلت لديلهي شات كتغني لا تشالتشا لا تشالتشا كي دارت له تشمك تشالو دارت له تشمك تشالو تهلا فراس كرباط قرونا صباح الخير رقيقة إذا راكي جاية تسقسيني على مالينا غير ما كلاه أنا براسك يا رقيقة قولي لي كاين منها هربت المولاي على بالناش صح راهم يقولوا بلي كاين حقرونا راح تشير الخبز سير زي ما حقر لسانك طويل هاد الساعة مازال ما على بالناش صحيتي تعدموا انت حقرونا واش مفتيحة اربع ياك الخير يا اخي مفتيحة معايا غير الخير انا كل حبالوس عندك صحة اسمع قول لي هذيك الجارية اللي راح يتزوج بها مولاي عاشور هذاك شو راهي على باليش بصح راهم يقولوا هربت المملكة تاعها وهربت وحدها واحد معاونها حقرونا ماشي قلت لك روح جيب الخبز ايه هو قال لي جيب لي معاك خبز واحد معاونها كي زعما باش كاين فيها على راسو التوم هذا خبر عاجل خبر عاجل مشى يكسب مفتاح شوف تيفي المهم وصلت لديلها هيا دابا غيخرج الشاروخ من داك الجد فهمتي من داك جلاتشا سوري جلاتشا ويا الطول كتا فهمتي ودخلالي فهمتي وش واقعي ما تفهموش اخ باكستان دابا ادخل يا ستيبل داخل عند سلمان خان هي تلقى بلوغ راه تجمع حد مشات للصين هاد دوز من الصين عاد دوز للهند فهمتي مع دابا الخريطة جاية هكا الدراري فهمتي عاد الصين اصاحبي زيرو في الجغرافيا راه قلت لك الزعيشية هكا كنا دا برهان كي تلبد على الرسائل وانا لقى هذاك الرسائل اللي كان ما عرفنا شنو غايدير دابا عرف بان شي واحد الخطة كانت مدروسة فهمتي قلت من اللقمة جات فيه فليش ما غيموتش جاتو غير في جنب غير في جنب شغل روح تعاوني كان غايموت غاول جاتو غاب جنبو ماشي شي حاجة مجازوش فراسة جاوة دا قاول لنا دبحوه علاش الدراري كيجيوني هاد فهمت الدراري داكشي ديال الجنود شحال هادي كي كانت الحروبات وكذا
كيجيوني هاد صحاب الفلايش كيجيوني فشكال بحال بحال خوافه فهمتي جبناء حيت كيضرب ماشي بحال مول السيف فهمتي مول السيف كيقصد الليل البشري بحال حمزه رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان السيف كان صعيب راه تجيبها فشي واحد كن كتجيني لعبه ديال الجبناء فهمتي كتير من بعيد فهمت شي دابا ولا السلاح ولا الفرد دابا كيضرب بالفرد جاب ايوا حتى هو جبان السلاح الاندلسي يقول انتما جبان وعندهم السلاح دابا ديال الفكره فهمتي الفكره راه هو السلاح ولكن ماشي القوه ديال الجنود وكذا القلب صاحبي فهمتي خصك يكون عندك تكون وراك نار راك نار فهمتي راك نار ولا لاخر داك خرولدو فهمتي خص السيف صاحبي كيقصد لي البشري حنا عندنا الدراري واحد الحومه هنايا لتحت السيوفه فايكينغ انا السيف والبرداء والاخرى تعرفون فهمت المتنبي ابا كيتالم كيموت جيتو غير جنبو اول ما عطوه شو حشية غينا بزيكا كنت قلب ممتيتا شكورا عاوني نلقاو كاش دار يطلون هدو عاوني ما بغيش يعاوني ولي لقمان فيه كيم مش تعيط لي بولي عيط لغير لقمان انا ما نقدرش نكمل معاك والله سمحت لي تخليني شقوره صورت حالتك هكا قادرين يحكمونا وانا مانيش باغي الريسكي شفت باش كيضر عليك الزمان شو الدراري شو دابا هكا دايره الدنيا الدراري فهمتوا الدنيا ما نهضرش شي مرة صاحبي كتفهمتوا خاصك تعرف الرفقه الدراري اصلا الجماعه اللي غادي معاهم كاملين المسار الرفقه ما خصكش تمشي مع ولاد الفسيقات في الطريق فاش كتلاقاو كاملين على المصلحه ودابا هاد اللعيبه هادي كاينه حتى في الاصدقاء النصائح غنبقى نعطيكم النصائح تشوفوا الدراري شي كليكه ديال سواء دراري سواء بنات مجتمعين على حساب انهم كيخرجوا الخروج الزهور الناشر اش كدور وجهك بحال انا ما كنهضرش لا انا كنسمعك انا راني غادي معاك راني راوي معاك كنتسناك تكمل الفكره ديالك باش نقدر نعاون تدخل تدخل في شي لعيب قلت لكم الدراري هذوك اللي كيكونوا مجموعين زعما على حساب هاد الزهو والنشاط فلوس كذا نهار كتقود عليكم ما غتبقاش عندك حتى شي لعبه وما غتبقاش الكليكه فهمتوا الدراري دونك الاصدقاء شكون هما اللي كيكونوا في معاك في ايامات الفقر زيرو تاع لعبه والو انا حشمت عليك فهمتوا هذوك هما اللي كيبقاو معاك ما هذوك ديال كتلقاو على المصلحه هما النشاط نهارت اللي حازه نخرجوك تلا براسك بطل صافي كان معكم شغوره كوتش شويه شغوره غير خليك طابانه غير خليك مليح تما كي نهار تخطاك الحل تما تضحك لا شغوره وناسي ويلي على مقوله كي دايره ولي 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 هذه خصها هذه خصها هذه خصها نوقفوا عليها خصنا نوقفوا عليها نديروا عليها حبسه ناصر شنو هي صار عاود عاود حنا تخطاك بالخبر القايده قحطه في ستوري تلقاو الزواره واط فهمتي كسبوها بشي بين شي سي سي نهار تخطاك صحتك ما تمعك لا شقوره ولا سيف هذه فري تراب كينغ وما كسبهاش سير تراب كينغ تعلم من عند الصاب تعلم اول ايات جات لقى مليون هذه لا تعاود دم يبقى فيها اخوه ضروري تعاونوا قيل حيت عارفه ماشي هو اللي قتل الله كيموت احمد القاسوس ناض وقلت اه تمشي له عصا قربات بقى مجبد بشي شجره يا هذيك الفليشه عبله يا هذيك زيد لما قلبي بقايا مرمي راج انا عمولاتي تاعك هادي هاي كتسمع صوت تاعي مولاتي كيت نهت كيت فرق لا راه الاخر معاهم اللي مضروب تا هو مضروب روحي على النار باتوا هنا اليوم وما نكملوش مولاتي حطي حد الماء بعد ما نقدروش نتبعوا لي طراس تاعو حطي حد الماء ودوا نكملوا كر واحد امرك مولاتي كانت كتقولها لي ما تقلقات عبله عبله باغي تنتقم له باغي تعاونو باغا تعرف الحقيقه فهمتي حيت هي متاكده بان راه ماشي لقمه اللي ما يقدرش يقتل
مولاتي مات، الريح زاد عليه الحاله، حتى ما جايبين له دواء لا والو. ما يقدرش يكمل معانا، يموت، لازم يدخل المملكه. راج انا عم مولاتي، دي عند برهان. ما نقدروش نخلوك وحدك مولاتي. أغيب. مولاتي نديرو حاجه شابه، هو يقعد معك وحنا نروح. واش نابا هكا حتموت؟ تقول يا ابا هاي نوض نوض قبل كتقلب على الحقيقه. البحث عن حقيقه مدام مدام ولا مدموزيل؟ اه ولا اسمها مدموزيل، مدموزيل عبلة. اه باقا مدام واخا كيموت رجلها. عيب عليك انتي مهنية، مسرورة في غاية الزهو انا في تهوي، خليتي ذاتي مهولة من طبيعك هي الصورة الجميلة. على بالكم غدني مولاي، انا عارف كادي تقول لي وصلنا ذاك المقام وكذا، واش كما قلتيهاش؟ لا فهمتي، لا ما كنغنيش للنساء، لا ماشي هذا الغناء، لا ما بعيدا على هادشي. الصورة الجميلة نزوج نزوج. على بالكم غدني مولاي السلطان؟ انا ما غدنيش، ودعاوي تاعي هما لم يخرجوا فيه، ما انا دخلني الحبس وراحت لي حجله، ربي يخلص بعدا ماني ناوي يدير عليها هكذا. كاينه حاجه البنات واش يقولوا؟ الحب الزين ما يدور يطوع سلاطن. اه الله دابا فيا كنت كتبغي تقسو تجرب يا هذه مولات الزرق واقف كاش فقاسه من غارض زعما تحيف حتى وحده. انا ما نحب حتى وحده، انا ملي راحت حجله سيبو قلبي ولا فارغ شغل صحراء، وحدة ما تزيد زعزعني. الله 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 على هاللمة هذي، نقصة دربوك. أي كل واحدة تشد خدمتها ترى. والنورية. وأنتي سي. نورية. نورية. راجل كراب زوج عنده الولد. عنده وليات. والنورية. ديري الحل. روميو. كنا مقابلة غالبا. تردك عن جيشيتا. حاشا نورية. كانوا قاعدين حبوا نجيب لهم قصيدة باش نحي لهم على خاطرهم. هذا ما كان. برا المولاي حاجتو بيك. واش يسحق عندي؟ امشي له توا يقول لك. غني له. غني له. نقول لك حاجة. الزين البنات. ريونيو توا يغني له ديك الاغنيه ديال الشاب حزني، راحت اللي نبغيها فهمتي، ملي محبوبه قلبي راحت، راحت الدنيا باللي فيها، الا شفتو دمعتي طاحت عرفوني ولي نبكي عليها. ندير الكيس يحيدو، حيدو الكيس باش ما تضروش ودني، ما يسلكمش الدم ودنكم. نقول لك حاجه، الزين ما يدوم كنا يعاونا فني ماني انا مازال كنكبر. هذا الفليشي مالو باغي نمشي نغني العاشر. هاي هربوا السلطان كيهرب صافي على بخو شافوناش يحمل مقني او يحصلوا بره. اه لا سميتو الاخر واش انا ندير؟ قندي قندي انا نطمنو على السكان. هاي خرج ليه كي السلطان اللي يخمم في المصالح تاع السكان تاعك. بارك الله فيك مولاي. خرج من الكار في الليل. اما لو وقتاش في الليل او على بالي والله قلنا حوس عليهم بالواحد الليل يلقاها راه يضحك حكرونا. هاي ليك مليح نبداو به مسكين. وي نبداو به بارك الله فيك. ما شنو غادي امشي امشي نطلعوا السوق كلهم فين يا ماني انا نطلع عليهم ماشي انت ولا واش ندير انت روح طيس امشي عند رقيقه يقول لها فين يا ماني يا شم الريحه ديال العوين. انت هذا ممثل اسطوري باش ما باش نعطيو لي كل دي حقين حقه هاد الدراري و مشى عاشر ما عجبكمش هذا شو ما صح ما صح ما تحبوش لي زوم. لا ماشي سيري تبدل سيري كومبليت بدل تبدل يعني ما هذا ما نكلكش الظلمه ولا تقول له ما ممثلش مرات حتى هو واعي ما بقاش كوميدي يعني الاخر مختص كوميدي. لا الباجي لا الباجي يا ودنو غات غتهبط يبكي مولاي. اه جا عندك قهوة سينما عندك قهوة سينما كبسولة. لا مولاي احنا عندنا قهوة نورمال حقرونا حطيت لك يلا تفضل روح حقرونا ويلا مولاي اسمح لي نكمل شغلي في الكوزينة ولا كش ما سحقت لي هنا عيط لي برك حقرونا ما عرفتهم سميتو حقرونا دابا انا كنت كنفهم كنشوف كيف منين جات زعما الفكره ديال حقرونا ديما محقر دابا فهمت حقراتو مرتو مرتو حقرا مرتو ولكن انا عندي مرتو رقيقه مرتي تحقرني فهمتي دابا تنسكر باش يسوق داكشي خلصي معايا سميتها رقيقه ولا غليظ كنفكر دابا فري هاد اللعيبه
لا ولكن انا نعاون مرتي زعما طواعيات ماشي حكرون صوب الطواجنات بحال الطواجنات فهمتي اتاي الى كوي منات حدراف نعاون مرتي مره مره نحلها اللعيبات فهمتي مليحه في الطاجين مليحه دابا هي طيب وانا نعاونها نرمي المليحه كوي مين فهمتي الدراري المهم توابل المهم كاينه اللمسه ديالي حاضره حضروا الناس صافي نهضروا مع الرجال حضران ما قدرتي يا رقيقه ما قدرتش كيدير بحال المرض ما قدرتش كنا ملاح كنا بيا كنا ملاح قصا قلتو بيا فهمت فهمت الصراحه ما بغاتكش اخي عرش صافي ما تحبش لي زوم هادي اخي عرش كتقابله ما بغاتش العرش ساكت ما بغاتش العرش هو بها باها يا باها وما عقلش عليها وقالتك والو والو وغادي يدي مني بعث لها حمامات وما شكت ترجع لي يا اخي قاسي هي شكت دلت خلوه واش تحبي حقرونا حقرونا ما عيط لك عيط لي شكون عيط لك حقرونا شكون عيط لك تغسل الماء اسمح لي تغسل الماء انا حقرونا حقرونا هاي بقات فيه لا حباب انا زعوج والو 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 اويش كدر كدور هيا لبؤة مولاتي هذاك هو العود تاع مولاي القمان راهو لداخل نروحو نجمو عليه لا لا راهت نروح وحدي انت هنا خلصت لا ميسيون تاعك صافي كيفاش خلاص مولاتي خليك تروحي وحدك لو كانكش ما يدير لك امبوسيبل راج قلت لك نروح وحدي هاد الحكايه بيني وبين خويا واحد ما يدخل روحو فيها لي زوم انت يعطيك الصحه عاونتني حتى لهنا انا نكمل وحدي امرك مولاتي بالك على روحك باقي ما غيمشيش يبقى واقف تما من البيت لو وقعت شي حاجه ضربوا الجرح مش باه شكون يعاونو اه يدو عاونات على شي واحد عاونو وجابو لتما داواه كدا وقيلا برهان نبدا في التحليلات ديالي دراري تحليلات الحمار الطامر برهان وصل قبل منهم كي درتي ليا كي غندير ليا على طريقة الشيء بغيت غير نفكر في برهان كي دار وصل تما دماغي ايرور نضيع برهان يا خلاك البرهان البرهان قلت لك انت واجع فرقاس انت ياك البرهان تمشى عفاك عرفتي لك البرهان راه ما نسكتش واخا ماشي ما عندي برهان 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 شي وحده عاونات هذه لا طاح فيه بزاف وراني ما تخافش راك في دار الخير شكون هذا لقاك وليدي طيح في الغابه جبناك والجرح تاعك رانا داويناه مجروح حتى انا مجروح بحال ضيعت بزاف دم لازم تستعفى هذيك صح سيمشي لازم نروح ما تقدرش تروح هاك كل حاجه سخونه راه الباب راه لا واش اصبر على الباب على الناس يا برا بنت السلطه واش كاين كنتي خبات خبات في البلاصه هاني نحوس على واحد حنا ما يجينا حتى واحد كتكذبي وناري على كذاب كتشوف فيه اسمك محمود فاش كتبدا تبلغ صوت كيهرب فهمتي اي شاف سنتم احد تجرحت كاش واحد تجرح في داركم اي وراه هنا وراه هادري وراه شنو هذا هادري وشنو هذا هذا بايما منه 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 مين منه لا حول ولا قوة إلا بالله برهان غادي في الصحراء استغفر الله برهان غير غادي غادي اليمن استغفر الله برهان وصل لكنعان تابع مانيني
هنا فين كانت ماني تبع ماني وصل الهندوستان صافي وصل تشوبكي تشوبكي يا حد هنا شحال جاي ضرب ضرب اول يطيح فيها قيط طيب تقول له خوش بو ميريدل اول شيء تقول له شكون انت ما تعرفش الموسيقى اللي غنضربوا فيها بالكوبيرايت يلا اي شفت برهان كدير خدمتك برهان انا درت خدمتك اصغا خدمتك خدمتك هي تعرفني خدمتي الا غتعاود له كلشي تعاود الاسره درت فيك ثقه ترجلو مع المملان حسبتك كي بنتي مريضة تي خدعتيني قتلتيني وليدي واش دار لك شو مالك امانة نحيتيني اللي عزيز عليا نحيتيني اللي انا عايش على جاله مدشي انا اللي قتلته شكون اللي قتل هذه البرية انتي كتبتيها ايه كتبتيها بيدك باش نحصلوها في لقمان شكون اللي قتلو شكون انا سي ساج بتاو نهين يا ابي نهين زيرين ديك يا مهبطة مهبطة كرني هي تشوبتي تشوبكي تشوبكي برهد نهين كنديل كنديل هو اللي دار خدمته كنديل دار خدمته ابي مشكلة هادي ولا قتل مشكلة هذا بليت باغي نفهم السير الراسي يعني يحقد على قندي بلا ما تفرج ونفرج غير كيعرفت باللي دادي راهو في الحبس ورايح يتعدم كتعاود له قررت نروح نسلك كتعاود له الحك هكا جيت للمملكه دخلت حتى للقصر حبيت نهربو بالخطه تاعي لكن ما حبش عند الخطه تاعك طلب مني باش نكتب ليا الجواد كلي مولاي لوكمان هو اللي بعتها هكذا باش نخرجو الجواد من المملكه ونخطفوه جاتك بريه ونديرو الشونتاج باش يطلقو سراحو ابي كان متفاهم مع بودوخه على الخطه وبعتني انا باش نخبرو بالعمليه بودوخه ولا بصح الخطه ما مشاتش والجواد مات ابي كان شاك في بودوخه وانا كنت شاكه في ابي ماي شور تدي ما عندك حتى يد في متعجبات لو كان عندي يد راني هنا في الحبس وكي خرجت بعجر من الحبس وفهمت ما كانش حابي تجي معايا جسل هنا هربت عندي الجسل هنا تزوج بهادي وولد هادي فهمتي زوال الرجال الأحراق قنديل ضرب الكيلومترات هتلقى دابا شاروخان ولده شاروخان بحال والو يكون ولد قندي ممكن جدا برهان ما تخلوش هاد الشر راس اللي فهم مانينا مانينا درتي خدمتك كيما عندك شي حتى دخل في الموت نتاع جواد علاش هربتي ما بغاتش تزوج مع عاشور انا تزوج مع عاشور ما قبلتوش عاشور هو اللي ما تزوجش بيه حاولت نهرب بصح ابي تشدد الحراسه ليا فهاد اللحظه هادي غلبت عليها الدارجه شويه لاحظ حزقات لها شويه الدارجه بيه حاولت نهرب بصح ابي تشدد الحراسه ليا حزقات لها الدارجه هربت كيكا وحكرونه هما اللي سلكوني كيكا وحكرونه كيكا وحكرونه كيكا ومسكوت كنت خرجت من الكسر حليوه يكمل فيها حليوه ولي سلكنا من بعد الدراري ما تديوش على هاد التفاهه هادي اللي كتجو حليوه وديدين هما اللي سلكون كندير ما فهمتش شي يدير تحسن الناس لعبتها مشى في الصين هاد الماتش زكي الشنا يولي ولده وراك سلاك ورجعت مستشار اسمع ما تزيدش تجي عندي لهنا
ولا نقول مولاي عاشور كامل واش على بالي. فين جاني درك؟ اسمح لي اني حاب نرقد. سيف عليه بوضوحه. قتلوه هيك يقتل في عيبه دلو كي النمل سقف طريقة وقتلك صاف. بتصح هذاك النهار ما سميت تم عرفت باللي كان دي المجرم وهو اللي خطط بتشيك تتجاود ودبلو قتل ونال على قتل ونال ما بغاش يقتلك اخي برا. واش هو حاول يقتل السلطان جوج مرات فهمتي؟ السلطان وباه باغي يقتل كلشي. هذا شنو راه قتلنا؟ راه زعما نكملو هاد السيري حتى يقتلنا. فين غادي كيقتل؟ كنتسنى يتسالي الحلقة نقول لك راه مشى بحالنا قبل ما يقتلنا. فين يقتلنا؟ قتلنا شي حاجة فين يقتل؟ خدني كل ميرك والمولاك تخلينا نصلح واش درت. باش تصلح جواد مات افقارك ما تصلحي. ماشي على قتلات مسكين هذا ممثل تاو كندي لازم يخلص. عندي لازم يخلص برا لازم يخلص غالي برا. برافو على ممثلتنا القديرة ما عرفتش سميتها ممثلة ديالنا القديرة اللي ما كنعرفش سميتها. برافو عليها ما شفتش وجهها. لا لا شفتها تفرجت لها كتمثل وجهها مسكين مسكين الله يسهل عليه. سلام الدراري سبحان الله عند رسيف النشي جوج الدراري تهلاو فراسكم راه الموت كدور فهمتوا الدراري الموت كدور وبنادم باغي راه شي زوين الصراحه ولكن مابقاش انتريسيب يعني تفرجوا له ما واحد السبع عباد الله تهلاو فراسكم باي.